أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. في سورة الفلق: ومن شر النفاثات في العقد. أهلا بك يا أخي مالك. أهلا بك أخت فرحة. إيه؟ أنا كنت أفكر في النفاثات في العقد. نفاثات في العقد. ورجعت فيني الذاكرة إلى المواضيع المعروفة في المصادر على أن محمد كان يتعرض إلى السحر ذات مرة. أيوه. وبقي يعني لأشهر، ست أشهر أو ربما سنة هو تحت واقع تحت تأثير السحر. أيوه. واحتاج إلى صورة إلى صورتين معوذتين لفك السحر. أيوه. فلم يعني إيه النفاثات في العقد دي؟ أنت فاكر؟ فكنت أنا أفكر في التاريخ، ولكن أنت ما هي نفاثات في العقد؟ نفاثات في العقد هو من يقومون بالسحر بالمناسبة، من يعملونها عملية أن الله يتعوذ من النفاثات. دول الستات يعني. نعم، ولكن مثل ما لاحظت فعلا أن كلام مخاطب للسيدات. السيدات فعلا لما بتتفاجئي أن الحديث لماذا يتحدث عن السيدات والرجال أيضا قادرون على يقدروا يعملوا السحر كثير يعني. ومحمد نفسه كان ينفث. حسب المصادر عندما كان يقرأ المعوذتين كان ينفث. ولكن ماذا يقول؟ نقدر نقول عليهم النفاثون. النفاثون في العقد. ماذا يقول؟ تفسير البيضاوي على تفسير الآية رقم 4 من سورة الفلق: من شر النفوس السواحر. نفوس السواحر. أو نساء السواحر. لاحظوا التركيز بتبدا على النساء. فيكون معنى الآية: من شر جنس النساء اللاتي شأنهن أن ينفثن في عذاب الرجال. يعني صار وسع المعنى والتفسير، فكان حديث عن عملية العقد والسحر، فصار للستات، الستات اللي تنفث في عذاب الرجال المعقودة على أمور بكلمات لطيفة. يعني أنا أعقد على أمر ما معين أو أقرر أمر معين، السيدة هي التي تنفث تدمر هذا العقد. أعطاه تفسير من نوع آخر: أن ينفثن في عذاب الرجال. ما فهمتش الحتة دي. نعم، قال أن ينفثن في عذاب الرجال المعقودة على أمور بكلمات الله طبيعي. يعني يقول فلان عقد العزم عن هذا الأمر. على حاجة كويسة. نعم، عقد العزم أو صمم العزم. تأتي المرأة وتنفث في العزم. تبوظ له، تضرب. نعم. يعني مش عارفة إيه في الخطة. تكسر الخطة تماما. نعم. فالنساء اللي ينفثن في عذاب الرجال. هؤلاء هم من وجهة نظرهم مقصودات في هذه الآية. ويتابع أو يعني كيف أن النساء بيعملوا هالأمور الشريرة بكلمات لطيفة. أحيانا ممكن يكون بكلمات لطيفة. أو محالات في خفية فيغلبن عليهم على رجال. ويحولنهم عن آرائهم وعزائمهم التي صمموا على أمضائها بأنواع المكر. أيوه. النساء عندهم مكر. وحيلة، فأين كيدهن عظيم. أيوه. لاحظي أخت فرحة، الآية تتحدث صراحة عن عملية النفث والسحر التي كان يؤمن بها المسلمون الأوائل إيمانا منهم بالخرافات السحرية. أخذ البيضاوي. أيوه. وأعطى توظيف جديد. وقال بأن النساء التي تنفث في عزائم الرجال. الأمور اللي قرروا ينفذوا. يعني عايز يقول الستات هي دايما تضرب كرسي في القلوب، حتى لو كانت ليست ساحرة حقيقية، هي تستخدم السحر، هي بتبوظ كل حاجة حلوة. نعم، عايز يقول كده، لأنها تتمتع بالمكر والحيلة. فأن النساء بميل طباع الرجال إليهن. يتصرفن فيهم ويحولنهم عن رأي إلى رأي. ومن عزيمة إلى أخرى. أيوة. فأمر الله تعالى رسوله بالتعوذ من شرهن، من شر كل النساء. من شر كل النساء. إيه الاضطهاد ده؟ نعم. لا، لاحظي أخت فرحة يعني نحن نقول إن القرآن يوظف أحيانا للأجندات المذهبية أو يعني للانتماءات المذهبية أو عن طريق الجنس. نعم، الشيعي يستخدم القرآن لدعم الفكر الشيعي، السني كذلك. ولكن هنا مثل ما قلتي يعني للاجندات او للاحكام المسبقه الجنسيه. يعني الرجل هو عنده نظره مسبقه عن المراه، عن المراه، وكل كل الستات بتبوظ كل مشاريع الرجاله. فاخذ الايه اللي كلام تتحدث فيها عن النساء التي تمارس السحر. وقال جميع النساء، وقال بان المراه هي تنفس او تدمر. ده البيضاوي اللي قال كده. نعم، ده ليلته بيضة. نعم. لا، هذا المقصود بأن نحن لدينا التفسير اللي أنت كما تريدين يمكن تأويل القرآن على هواك. ولكن الخطورة هون أني هنا يستخدم آية لتعزيز نظرة القرآن السلبية على المرأة، على المرأة. الإسلام العدائي تجاه المرأة. أنا بشكرك جدا أخ مالك،
ومن شر النفاثات في العقد. ده البيضاوي ليه كلام كده مش معقول يعني. فأنا بشكركم ونشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.